دوري مشاهدينا بدي احييكم وبيسعدنا ببدايه حلقتنا لليوم نستقبل مستشاره السيد الاولى وهي ايضا ابنه رئيس الجمهوريه. بنرحب سوا بالسيده كلودين عون روكوز. اهلا وسهلا فيك مدام روكوز بحلقتنا لليوم. نحن بشرفنا وجودك معنا ونحن فخورين انك خصيتينا بهذا اللقاء لانه عرفنا انه هذه اول اطلاله لإلك تلفزيونيه مباشره على الهواء، فهذا برستيج لنا انك تكوني موجوده معنا. برستيج لإلي رجال برنامج بتحلى الحياه البرنامج بوجودك مدام روكوت. اهلا وسهلا فيك. بدايه يعني اذا بدنا نقول بنات الجنرال والمقربين منه ومعه بالقصر مشكلين هيك حاله مثل جيش محبه ليسهر على راحه وسلامه الجنرال او الرئيس اكيد وعلى راحه البلد كمان، هيك اشرحي لنا شوي وجودكم قد هو امن وراحه للبلد. هي يمكن انه الجنرال يمكن صار فخامه الرئيس يعني واولاد وعنده اولاد بعمر متقدم مش كثير صغار، وانا واخواتي اكيد صار عندنا كثير تجربه عمليه يعني بالشغل واشتغلنا، دونك هلا وصل اكيد وصولنا على القصر انه في كيف بيقولوا وكانه هالبوتنسيال موجود وصار عندنا كثير اكسبيرينس يعني بحياتنا، دونك جايين نقدمه للبلد بيج انه اكيد. هلا الفرصه صارت متاحه انه تقدموا اللي انتم من زمان عم تفكروا انكم تقدموا. اكيد هذا الشيء كمان، قد ايه هالشيء كمان مدام روكوس بيعطيكم وبيعطي كمان للرئيس راحه نفسيه ويكون عم يشتغل كمان حاسس حاله انه اصلا نعرف انه جنرال عون بحس لبنان كله بيته، ولكن ايضا نقل بيته على القصر. يعني هو مثل ما سموه الناس يعني بي الكل. مظبوط. واكيد واحد لما يشتغل مع الاقرباء له مع اولاده اكيد الثقه بتكون اكبر وبكون واحد مرتاح 100% بيعرف انه رح ترجعي له بكل الامور ويمكن تغلطي اقل. بكون عارفين عليه وعلى البلد. لانه عشنا معه كل هالسنين بالنضال، يعني كان عمري 18 سنه لما عمل رئيس حكومه. مظبوط. وصلنا 27 سنه يعني عم نواكبه ثلاثتنا، اكيد صرنا يعني التجربه كثير بتساعد. على كل حال هذا بريفيليج للبدنية انه تكون عائلته هي المسؤولة كتار العائلة الكبيرة والعائلة الأكبر اللي هو أكيد اللبنانية، انه تكونوا انتم الموجودين حواليه لفخامة الرئيس، انه انتم الموجودين المقربين منه يمكن يلي هو بيوثق بقدراتهم انه أنا موظف هالأشخاص اللي أنا واثق انه هن اللي رح يقدموا الخير للبلد. يعني هو انه الجنرال عون يعني فخامة الرئيس ما بعرف كيف بفضل اقول جنرال انه مضبوط في العائله الصغيره، بس هو منتخب من الشعب وهو كان رئيس تكتل نيابي وبيمثل كثير من العالم وعنده حزب كمان وراه، يعني هالحزب يلي هالشباب اللي بيكبوه كل هالسنين مراحل بقى العائله كثير كبيره فعلا، يعني اكيد واصل انسان على رئيسه الجمهوريه معه فريق عمل كثير كبير وسند كثير كبير ايضا كثير كبير، وهذا الشيء اكيد للبلد احسن ما في شك. حضرتك البنت الوسطى ميراي الكبيره وشانتال الصغيره دائما كانوا بيعرفوا انه شخصيتك هايبر وشخصيتك دائما مندفعه واكيد طبعا نصائحك صائبه، قد ايه هذا الشيء كمان عزز الثقه مشان حضرتك تكوني هلا مستشاره السيد الاولى والمخططات المستقبليه كمان انتم عم ترسموها وانتم عم بتحطوها؟ هلا كل البرامج اللي رح نشتغل عليها كلها كانت بخطاب القسم تبع الرئيس، ونحن لانه مثل ما قلت لكم لما بلش يمكن مسيرته السياسيه كنا كبار، يعني كنا عمري انا 18 سنه ميراي 21 سنه شانتال 17 سنه، دونك بلشنا المسيره معه ما كنا اولاد صغار، دونك اكيد واكبناه بالكل الحلو والمره كمان. مزبوط اكيد كل المراحل الايجابيه والسلبيه والصعبه. بقى فهون كمستشارة للسيدة الأولى، شو هي المشاريع يلي تبنيتوها؟ السيدة الأولى حبت تتبنى أول مشروع، هي أول أصلاً إطلالة يعني إعلامية كانت مع لما استقبلت مدير الفاو بزيارته، إجا زيارة على لبنان وتبنت موضوع لبنان الأخطر. نعم. وهذا موضوع البيئة موضوع بيعني كثير الوالدة والجنرال، من زمان نحن بنزرع يعني مش جديد، والجنرال معروف انه وين ما قعد كان بفرنسا بلبنان كان دائما في جنينه يزرعها حلو حد البيت، حتى بفرنسا يعني بالاوت ميزون
حتى بباريس بالكون صغير بس كان عم بينزرع صحيح شويه اعشاب وبقدونس صحيح انه بيزرع البندوره والبقدونس وهو بينزل بيقطفها ولازم تكون موجوده على التربيئه نهار الاحد ايه نهار الاحد بالرابيه كان اكيد سيرفيتمون بجنينه شيء مقدس له هذا الشيء كل حياتهم يعني كل حياتهم كانوا هيك وحضلهم هيك نعم ليه هالمشروعين بالذات يعني مفكرين فيهم خططتوا لهم وكيف توصلتوا ايضا مشان تتركزوا بس على هالمشروعين هلا في عده مشاريع مش عم ركز على هالمشروعين هلا بنيتهم السيد الاولى بنيتهم هو كمان توزيع الشغل حلو يعني الرئيس ما بتزقف واكيد انه حلو يتوزع الشغل لانه كثير بيعني لنا وصار في عنا ازمه كثير كبيره قصه الزباله نعم بيئيه موضوع البيئه ولازم كلنا نشتغل وصحة الغذاء واكيد صحة الغذاء في كثير مواضيع يعني بتخص صحة الغذاء ان كان من المواصفات وقت ما بتزرعي للانتاج والتوضيب والتوزيع وكمان ازمة التفاح يعني عم نمرق بازمات عم بتخليك انت تلفت نظر المسؤولين على المواضيع يلي بتعيط لك انه تعالوا ساعدوني تنحل هالازمة يعني بتعني اللبنانية بالنهاية يعني بتلاقي انه انت بمسؤوليه بموقع مسؤوليه واكيد في حالات طارئه بالبلد تستدعي انه انت تكوني مسؤوله عنها السيد الاولى رح تهتم بهالمواضيع الزراعه البيئه الثقافه واكيد غيرها من الامور والرياضه رح نحكي عنها وضعتوا خطط برايكم رح تشكلوا فرق بالبلد رح تنجزوا هالمشاريع رح يصير في فرق هذا المطلوب لانه يعني اذا ما بتنجزي يعني بتفشلي لا مطلوب الناس كثير مستنظره وحقهم في صعوبات بعد سنين تجارب كانت فاشله بعده مواضيع مش رح نقول بكل شيء دائما في تجارب ناجحه يعني في كثير ناس عم تشتغل كانت عم تشتغل ونجحت ولا نحن واجبنا هيدي مش هيدا واجبنا انه تا واحد ينتخب بده يشتغل بده يرد للعالم بده يعطيهم بده اكيد بده يكون على قد المسؤوليه انت انتخبوك كرمال مش كرمال لواحد مش كرمال اللقب ولا كرمال الشغل كرمال الشغل ولكن النيه لحالها ما بتكفي لازم يكون في ايادي عم تنمد للمساعده في فريق عمل في فريق عمل كبير وبعدنا ما صرنا شهرين نحن يعني ما صرنا شهرين بعدهم الاكيب عم نكون الاكيبات يعني حضرتك قمتوا بكثير نشاطات معكم صار لكم شهرين ايضا وبنعرف انه المسؤوليه كثير كبيره ومن المسؤوليات يلي كمان توكلت لك هي النشاطات بقلب القصر يلي رح تقومي فيها شو مستنظرين نحن شو رح نشوف كمان بالاعلام بالايام يا اما بالاشهر الجايه هلا انا هذا الشيء كنت اعمله من قبل يعني شيء مش رح ربي حجميلي انا مبسوطه عم بعمله كمان ولكن هلا صار كنت اعملهم مع اكيد بالتيار الوطني الحر مثل ما شفتوا يعني صار في عيد الاستقلال ويوم العلم وضوينا المغاره بالقصر وبكره في الكونسير كمان عشيه رح محضرين في نشاطات لسنه الجاي اكيد في فكره بيت الشعب يلي هو الجنرال بال 89 سمى القصر بيت الشعب ورح ضلوا القصر بيت الشعب هلا كنا بال 89 90 كان في مظاهرات كانوا يطلعوا الناس دائما يحسوا حالهم موجودين انه ببيتهم هلا رح يرجع يطلع بس بغير طريقه مش بالمظاهرات بالفرح وبالنشاطات الثقافيه الرياضيه رح نعمل عم نظبط التيران الفوتبول يلي موجود فوق وفي تيران تنس ورح نجرب اذا قدرنا نلاقي موقع نعمل اوديتوريوم لانه الكونسير والنشاطات عم تنعمل يمكن بهول القصر اما بصاله منا مخصصه لهالنشاطات اذا قدرنا في مباني موجوده حوالى القصر يمكن منا مستعمله يمكن نحول وحده منهم اوديتوريوم نقدر نعمل كونسير دي ورك شوب في كثير افكار يعني بدك تحسسوا الشعب انه هذا القصر لهم موجود لهم ومن خلال النشاطات بيكون موجود فوق حلو احنا هون مدام ركز اكيد نحن مش عم نحاسب بعد بكير كثير لحتى يعني ناخذ فكره مزبوط شو بده يصير ولكن بس نحن بدنا تطمين نحن كلبنانيه صار في عندنا فخامه رئيس صار في سقف يعني هيك نتخبى تحته بس نحن بهمنا نطمن كلبنانيين انه في مشاريع رح تتنفذ اكيد لبعد أكيد. سنتين ثلاثه رح نحكي المشاريع وين صارت وشو أكيد. اللي صار وشو يلي تنفذ بعد في اكيد بتحاسبوا هذا وجبات الشعب يحاسب اكيد بالانتخابات نعم اكيد هي الورقه اللي نكتبها هي رح تبين فعلا هلا النوايا بيقولوا انك مغواره لا مجوزة مغوار نقيتي مغوار لأنك مغوارة حبيته صراحة ما كتير واحد بيحلل لما
يشوف شخص ويحبه ما كثير ما حللت ليه. القلب بيحكي، العقل مع القلب ما بعرف، كله هيدا مشاعر. هيدا السؤال ما بنلاقي له جوابيه، المشاعر لحالها مشاعر. انا ما اكيد مع شامل المشاعر حكيت. مدام ركز، انت بطبيعتك جريئه مغواره بحياتك قبل الزواج، من لما نفيتوا الى باريس قد ايه انت كانت شخصيتك هيك مغواره؟ انه هيدا الطبع بيخلق الانسان فيه، واكيد التجارب الحياه كمان بخليك تتغيري، في اشياء بتنمى فيك بتصير بتبيني اكثر، واشياء كمان بتنكبت. مسيرة حياتي والتجارب اللي مرقنا فيها خلتني صير مثل ما انا اليوم. يعني بتجنن انت اليوم بتجنن اكيد. يعني ربيتي ببيت عسكري كمان، ومن بعدها انتقلتي لبيت عسكري من بعد الزواج. النظام بالبيت كيف؟ عسكري؟ ابدا ابدا لا. انه ان كان جنرال اما شامي لا، عسكر بال مطرح ما لازم يكون شغلهم بالبيت. أوكي. لا، مين العساكر بقلب البيت؟ ما في عنا عساكر، في عنا جو فرح بالبيت. إذا كانت الشغلة إنه كتير مهضوم، يعني عنده روح النكتة كمان زوجك، كيف تشوف العميد شامل ركوس؟ برواء، يعني بيضحك نص بسمة. أوكي. يعني قليل تا يخشى ضحك. بيضحك نص بسمة. لا، هني هني كتير، يعني إنسان إنه بالبيت عن جد هني. ما بيزعج حدا بكلمة، حلو، ولا أنا ولا الأولاد، وكله عاطفي، يعني بفرجي إلا العاطفة. يمكن الأشياء اللي بحس فيها منا ما بعرف، إذا مزعوج ما بيخليك تحسي، ما بيعيشنا إياها. وأنا بيكن هيك، يعني هذا الشيء كتير بيريح. هذا الشيء بيريح. أنا الجنرال أيام رأت، كنا بأيام الحرب يعني مرمينا، ونحن عشنا بالحرب فعلا. كان يرجع البيت ولا نهار رجع هموم الشغل على البيت، ولا نهار. وهيك ايضا العميل مهم انك تعرفي تراعي كمان دائما، تعرف اذا بتعرف قلنا هلا بيكون بعده رجع طولوا بالكم تيرتاح. هون كله بيرجع للتربيه كمان، اللي هلا بعد كنا عم نحكي عن التربيه واللي هي اساس كل شيء بشخصيه الاولاد وباختيارهم باختياراتهم للمستقبل. هل صحيح انه حجز العميد شامل ركز مقعد له نيابه بكسر وين؟ ان شاء الله خير. يعني ايه؟ انه ان شاء الله اكيد. ما كنت بتفضلي هلا تشوفيه بالوزاره ولا بتفضلي تشوفيه كنايب؟ فعلا بشوفه وين ما كان، انه عنده كثير طاقه وهو محب، بحب الناس والناس عم تدله اياها، يعني محبه متبادله. هو بحب، بس انا للصراحه بحس العالم بتحبه قبل ما يحبهم ايضا. ما هن بيحبوه لانه حبهم بالنضال، لما كان بالجيش، يعني كل معارك الخاضه هو الدفاع عن مين؟ عن الشعب وعن الارض. يعني يمكن عم بيعطوا له، عم يردوا له، يمكن اللي هو عطيوني، بس هو عن واجب، عن محبه. يعني مش هيدا كان مش بالعسكري. نعم، مش بالعسكري تجاه بلده طبعا. هلا من بعد انتخاب الجنرال رئيس لجمهوريه لبنان، شو اللي تغير بالعائله؟ شو اللي تغير بالولاد؟ كثير الاولاد بتاثروا، يعني اذا كان تغير شيء بحاله الاهل، بحاله العائله بشكل عام، بصير في تغير بشخصيه الاولاد بالاتيتيود. هلا اهلي صاروا بعاد، كنا كلنا ساكنين حوالي الرابيه، هلا صاروا بعاد، اكيد الاولاد مش عم يقدروا يشوفون قد ما كنا نقطع دائما 5 دقائق 10 دقائق بالنهار. هلا الاولاد ما كتير، صراحه تكون صريحه، ما كتير عايشين ايجابيا. ليه؟ لانه صار في ضغط اكثر علينا، وعم بيشوفونا مشغولين، ويمكن بنغيب اكثر من قبل. اكيد الولد، بتعرفي الولد بيفكر براحته ببيته، هذا الشيء زعجهم، بس بيعبروا عنه. الشيء الصحي انه بيعبروا عنه، بيقولوا لنا انه مشتاقين لك، وينك، ليه ماني هون. بيعبروا، واكيد بنجرب نعود. هلا هي الفتره، هلا بعدنا جديد، يعني بعدنا عم نطور كل الاكليب، بكره بعد شهرين ثلاثه بيكون صاروا كلهم موجودين، بتنظم وبتصير اريح. بس هلا تنقلاتهم كيف عم بتكون؟ يعني معهم بودي جاردز، في الامور الامنيه كمان مثل ما كانوا قبل. اوكي، يعني بس هلا الامور الامنيه ما الضغط الامني ما بيكون اكثر هالفتره؟ مثل ما كانوا قبل، ما عادي، ما رح تجي مثل ما كانوا بعدهم. بس يمكن انتم بتخافوا عليهم ضمنيا، يعني لو انه بالشكل وبالظاهر مش معززين امنيا اكثر، يمكن لانه انتم هي قناعاتكم. بعتقد الخوف انا قيمته من حياتي، لانه عشت كل حياتي خايفه علي لما كنت صغيره. عشت سنين الحرب بالثمانينات، كان كثير يغيب، وكان في قصف علينا نقعد بالملاجئ، وكنت كثير خفت بطفولتي، كنت كثير خاف عليه،
رجعت خفت عليه على كبر، وبعد ما اجاني اولاده كبروا شوي بصراحه سلمت لربي هذا الامر. ما بقبل خاف، ما بقبل اعمل انغواس، واذا عندي فكره سوداء دغري بقيمها من راسي وبسلمهم لربنا، لانه بالنهايه الحياه مش كلها حلوه، واللي ناطرك بده ينطرك، ما فيك تمنعي شيء يصير. لو خفتي او ما خفتي بده يضل واحد فاعل ايمان، يعني يضل واحد مأمن ويتقبل قبل ما تصير، يتقبل الحياه مثل ما اجت تجي. على كل حال هون استرجعت بذاكرتي يوم انتخاب الجنرال رئيس للجمهوريه، لما صار في لقاء معكم البنات الثلاثه ميراي وشانتال وكلودين ما حفظ الالقاب، قد ايه كنتوا عن جد متاثرين بهالذكريات يلي حكيتوها بطريقه بكيتوا اللي بكي وفرحتوا يلي فرح، بس كنتوا كثير مؤثرين. أنا رجعنا فتنا على المحل يا دهرنا منه بالقوة تحت القصف، يعني دهرنا كان نهار كتير صعب، وكان أول نهار يعني فتنا أنت أخذوا منا الانترفيو، أكيد إنه ما فيك ما تتأثر، بيرجع كل الذكريات بترجع اللي كنت مخبيتيها وهيك تفكري فيها ترجع كلها بتطلع، الصور كلها بتتبين قدامك. بس حلو هي اللحظة لازم تعيشيها وتتأثري وتنزلي الدموع وبترجعي بتنهى بتقوم بتقلبي صفحة جديدة، صفحة جديدة أكيد، أنه هولي مشاعر واحد بيعيشهم لازم يعيشهم إيجابية أكيد. قد إيه عندكم إيجابية هلا، يعني العيلة كلها وقلب واحد كلكم عم تشتغلوا كرمال البلد وكرمال القصر، أيضا كمان كمستشارين كمان عم تكونوا موجودين دائما، قد إيه فيها البوزيتيف فايبس بتحسوها وخاصة على عيد الميلاد وراس السنة وحاسين إنه في مخطط جاي بال 2017 أيضا؟ يعني البوزيتيف فايبس انت بدك تعطيهم، يعني انت بدك انت الساكنه فوق وانت بدك تعطيها للناس اللي حواليك. نعم انه اتس بوزيتيف، ايه يعني الجو بوزيتيف اكيد، انا هيك بشعر انا، ان شاء الله يكونوا كلهم ان شاء الله عندهم ذات الشعور لكل لبنان ايضا مش بس بالقصر ايضا. ايه انه كثير حلو، التحدي كبير، يعني انه شيء كثير حلو واحد يقدر يعطي، نعم يعني الشيء عنده اياه كان حابب يعطيه واجته هلا الفرصه تعطيها، كثير حلو هذا الشيء، كثير حلو ونحن فخورين يعني طبعاً. في ايضا كمان شهادة تقدير حسب ما سمعنا، ايضا كمان كان في صور بدها تقطع يا اما بدنا نشوفهم سوا، يا ريت تخبرينا اكثر. هيدي الصورة اليوم كنت على اذاعة لبنان على بكره وسالوني شو بتهدوا للرئيس على الاعياد، قلت لهم بصراحة ما بنهديه، من زمان هديناه بحب كثير الموسيقى، اوكي مرة سنين وهديناه كل الكوليكسيون فيروز وزكي نصيف وديع الصافي، وبطل في شيء نهديه لانه هو ما كثير معلق ابدا من المادة، ما في شيء بيعني له نهائيا، بقى نسيت قلت لهم ما بنهديه شيء، بنهديه كلمة اما وجودنا. رجعت وصلت على البيت ووصلوا لي قبل ما ينتخب رئيس، كنا انا وشامل عم نتفقد الارزات اللي زرعينهم بالارز. نعم في جمعيه اصدقاء الارز وهن بيزرعوا شجر والناس بيعملوا باريناج، بقى رجعت على البيت وصلوا لي الكادو دو نويل تبع اللي انا عملته لعائلتي، بقى زرع ارز لكل واحد، لاهلي ولاخواتي واسرتي كل اولاد العشر اولاد الاحفاد. نعم زرع ارز لكل ولد باسمه. نعم ووصلوا بقى قلت لهم مش هديتهم شيء بس انا الكادو موجود، فوصلت الكادو قبل، رجعنا على موضوع البيئه قد ايه بيهمنا من قبل، يعني هيدي اجمل كادو بيهمنا فكرتوا فيها، ولقيت هيدي فكره حلوه انه كمان الناس اوقات فيكي ما تجيبي شيء مادي، فيك تزرعي شجرة، في كتير صار في جمعيات وبيسمعوا اسمك تعملي جيست يعني سيفيك يعني وتقدمي كادو، ما يعني في أجمل منها. في كتير عندنا لبنان كتير غني، فيه كتير كتير مشاريع، فيه كتير برودكتس مواد، يعني في واحد يهديها فهيدي الكادو اللي محضرتيها الواحد. انا ديجا معهم خبر، ما قدرت اترك السر ديجا خبر ما فضحنا يعني اليوم لا فضحنا، لا ما قدرت ما بترك شيء، انا دغري بحب لما اعمل شغله دغري اهديها، ما بحب انطر، بحس الحياه قصيره ما بتعرفي، ما بحب اندم على شيء، فاذا اجتني فكره كادو بدي اجيبه لحتى اخواتي اصحابي بدي دغري اعطي، ما بتنطري المناسبه، ما بنطر المناسبه بعطي قبل بوقت اذا اجتني الفكره. اذا قطعت محلوي قلت هيدي لشانتال، لا هيدي لا لا غادة، لا لا اصحابي، بغرب جيبها وببعث، ما بنطر ما بنطر عيد الميلاد، ما بنطر الفرصه. بتعرف يمكن لانه انت بتحب تعيش المشاعر الحاليه اللي انت هلا عم تشتري الكادو وشو حسيتي، يعني الواحد بيكون هالاحساس. كنا عم نحكي عن المشاريع يلي عم تقوموا فيها عم بتحضروا تتقوموا فيها، وذكرنا الشق الرياضي والشباب، حكينا عن سبور، كيفك انت بسبور اول شيء؟ هايكينج هايكينج. انا وشيمي لما ظهرنا مع بعضنا ما كان ظهرنا على المطعم، كان كل جمعة في مشروع هايكينج، هذا كان الرومانس بيناتنا،
كثير رومانتيك. طب يعني بحب صحتك. باكل كل جبت عندي سدي صور يمكن على سنتين ما عندي غير هايكينج معه، قلت له بحر لازم مطعم هايكينج باكل صورنا بالطبيعه، عشان هيك كمان بنحب الطبيعه. ما كل ما بتمشي بالطبيعه وكل ما بتعيشي بالجبل وبتطلعي بتعلقي، ما فيكي ما تحبي كل انسان. يعني يمكن اللي بيقعد بالمدينه ما بيطلع من المدينه تا يقعد مع الشجر مع النبات يمكن ما بيتاثر، بس اذا قعدتي اذا انه هيدي نعمه من ربنا بتتعلقي ما فيكي ما تتعلقي بالصفصافه وبالحوره وبصوتها وبالارزه وباللذيب، ما بتتعلقي. وعلمك اساميهم كمان كل ما تطلع مطرح وحده وحده كان فحص لك كل ويكند والعقوب واللذيب، وما كنت اعرفهم بس انا بمشي بالجرد. لا بس يبدو نجحتي بالفحص والا انه بعد 11 سنه ايه خلص ركزت كثير منيح ونجحت ما في شك وتكللت طبعا بالزواج ونعلمها لاولادنا. الله يخليكم ياهن يارا. فخامه الرئيس كيف هو السبور؟ بيمشي بيمشوا 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 ماشي يفوند لا ماشي يعني على بكره بيمشوا ساعه بيقصد ساعه على بكره اوكي بده حدا يسلي بيمشوا معه كل يوم يوميا كل يوم على بكره ممكن بيخلص الشغل وهو عم يمشي ايضا كمان بيمشوا ساعه. هلا انا امي كثير بتعمل رياضه بالاساس كانت بالفولي بول بالاكيب بالمدرسه وفعلا دقوا على الخشب بس صحتها كثير بسم الله وعندها نشاط ايه بتمشي برافو. يعني الثقافه الرياضيه من انتم وصغار. هلا المشاريع هلا ميراي ما بتحب سبورت طب ما واحد ميراي الكبيره ما ابدا سيريبرال الراس كل واحد لشيء كل واحد لشيء كل واحد لشيء. المشاريع الرياضيه شو هي هلا؟ مخططات رياضيه بدكم تعززوا الرياضه بلبنان تدعموا الابطال الرياضيين شو هي المشاريع؟ هلا بعد ما انحط البروجرام يعني تما ما لحقنا بس انا بالقصر ديجا مثل ما قلت لكم عم نجهز التيران دو فوت موجودين بالقصر عملنا برمي انه في تيران فوت في تيران تنس خلينا نستعملهم نعمل دي ماتش دي كومبيتيسيون واكيد لازم يكون في سياسه رياضيه للشباب كوزاره كحكومه لانه الرياضه اللي بتعطي الصحه الصحه النفسيه والجسديه وانتم بتعرفوا قد ايه عندنا مشكله مخدرات بلبنان هلا عم يطلع كثير التو يعني بكل بنايه بكل بنايتين عفوا في مشاكل وبالمدارس والجامعات واكيد لما توجه الشباب على الرياضه هيدا الشيء بخفف من من تعاطي المخدرات. نحن هلا قبل بليلتين من عيد الميلاد ان شاء الله بينعاد عليكم اكيد بالخير والصحه. بهمنا نعرف قد ايه بيعني لكم عيد الميلاد وهلا كعائله وهلا بقصر بعبده والعائله الرئاسيه كيف حتحتفل السنه بعيد الميلاد؟ احتفلنا ديجا معكم عملنا المغاره عملناها لايف يعني تكل الناس تكون معنا اكيد والكونسير دو نويل بكره كمان لايف على كل القنوات كمان تنشركهم للعالم طبعاً. يعني هي منا شيء عم نعمله لإلنا هي فعلا للكل. عم شوف المغاره هلا بالقصر المغاره قد ايه اخذت معك شغل للمغاره؟ ما كنت اشتغلنا ثلاث جماع بين الكونسيبت والرسم والتنفيذ رائع كثير حلو الاكيب الموجوده بالقصر بتجنن ومريم ارداحي الاركيتكت اللي رسمت المغاره كمان وفعلا اللي نفذوا كان كثير حلو كيف اشتغلنا عليها كثير حلوه دونك الكونسير بكره والمغاره ديجا وضوينا القصر برا مدخل القصر والعيد للعائله العيد للعائله رح تجتمعوا بعائلتكم رح تكونون الله راد موجودين ميراي رح تكون مسافره هالسنه كان هذا الشيء من قبل رح تعيد مع عائله جوزها اخته ساكنه بفرنسا ونحن انا وشانتال هو المهم انه تكون العائله مجموعه بالصحه بالفرح وبالخير اكيد لكم ولكل اللبنانيين يكون خير لنا كلنا جميعا. كلودين مدام كلودين عون رجوز اهلا وسهلا فيك يا هلا شرفتينا ونورتينا بحلقتنا لليوم وتحيتنا لكل افراد العائله وللجنرال فخامه الرئيس ميشيل عون اهلا وسهلا فيك. انا بشكركم كثير ميرسي كثير ينعاد عليك يا رب وتضلك هيك بالخير وبالبركه. واذا هلا بدنا نقول كيف بدك تعيد الشعب اللبناني كبنت رئيس الجمهوريه اللبنانيه والحمد لله انه تضوى قصر بعبده بوجودكم طبعا كيف تعيديهم؟ بقول ما تيأسوا دلكم ايجابيه الحياه فيها اشياء صعبه واشياء حلوه ما نوقف النق انه تعودنا النق كثير بننق على العجقه بننق بننق في مشاكل ولازم تحاسبوا المسؤولين بالانتخابات يلي ما بيشتغل ما بيحل لكم مشاكلكم لازم تحاسبوه بس خلينا نضلنا ايجابيه نحن عايشين بهالبلد ونحن كلنا مرق الطريق بس البلد باقي بقى نزرع الشجر وننظف البلد
وينعاد عليكم. يسلم تمك. أهلا وسهلا فيكي.